الشاعر الصديق الأستاذ محمد عبد الهادي. رئيس نادي أدب السلام. أستاذ محمد ازيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا تقول لي غالي بس هقول نص غرام. نص غرام نص غرام نص. عشان أبعد بحاول أخش جواكي وخاصمني وكلمني مرد الحرف أو كلمة وتوه في الخلق واللمة عشان أبقى واحد تاني ما يعرفنيش وتحول خيال أعمى يشوف الكل بإحساسه لكن عندك ما بيشوفكيش يروح يمسح خطاوينا وبصمة لمسة لإيدينا على السور اللي في الكورنيش هنا ضحكة ما ضحكتش هنا نظرة عشان عدى بتاع الكل ما كملتش ذرة مشوي بيتسوى بنار العشق والمطرة عشان يكمل ما رضيتش ما رضيتش توصل مركبي شطه عشان يفضل ما بين البين سراب واقف على حروف الغرام نقطة له عاشق وانا بفارق كأن العشق في زماننا بقى وشي يقول للقلب ما تدقش ولما تقول له نتقابل يروح قبل الميعاد بيومين ويعزم نفسه على لهفة لقى تايهة ويتمنى ويستنى وتبذل فرحته في ايده وتتفرفت في غمضة عين فيرجع تاني للماضي ويتذكر حنين الكلمة والهمسة حلاوة نشوة اللمسة من الوردة اللي كانت مرة في ايديها في غازل خدها الصافي فيتلون بلون الحب والغيرة عشان شافت عيون تانية بتبعت لي رسائل شوق في تأشيرة فتتبدل أوامر ضحكة في عينيها لنظرة لوم وتأشيرة يخاف قلبي وركبه تزيد فيجري أوامر صالحها بعقد يخاف قلبي وركبه تزيد فيجري أوامر صالحها بعقد الفل وحمص شام ونص بطاطا تصبيرها يبوس الكل شفايفها ويتبسم يبخرني ويرقيني تروح الخطة والدور. هنتقاسم سوى الضحكة مع الترمس تسمعني قصايد شقها بعينيها ولا تهمس وتمشي المركبة بينا ولسه ايديها في المية بترسم قلبها وردة يغني عبرها في ايديا فيلمحنا اللي كان تمثال على الكوبري يسيب قصره ورشاقه ويدي لحسنها تحية. على رنة التليفون بصوت عالي ومتسجل أتاري معدنا متأجل بيتكرر بقاله شهور وأنا قاعد ومستني تروح الخلق حواليا وتيجي الدور كأني مقام من العشق لو يرضى في يوم عنك تكون واحد من الواصلين في محراب الهوى طاير ولو يخطف على أرضه ما تلقى لك مكان شبرين فقرر اني انساها واحفر في حيطان الاسوبين طاقه ولم كرامتي جواها ودب بايدي على قلبي واجري بسرعه وافضي كلامه كل دقاته وداريها ودريها فتتوزع على حروف الغرام والطير وتمسح من حروف الشعر ابياته ودواوينه عشان كل كلام فيها صبح عاجز عن التفسير فيجي طفل يتاسف ويتندم على التاخير فحس برعشه جوايا وتبدا فرحتي معايا والاقي لنفسي ميت تبرير مرار العشق اهون لك تكون عاشق بنص غرام يضيع العمر قدامك وايامك تتوه مربح عليا. شكرا للشاعر محمد عبد الهادي رئيس نادي ادب السلام.